مرحبا، اليوم عندي مشوار لتيودور بليس، وهو أحد المنازل القليلة المتبقية في أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ينتمي للحقبة الفيدرالية. طبعا هو مبني على الطراز المعماري الفيدرالي. الحقبة الفيدرالية هي اللي نحط فيها الدستور. هذا البيت تم توارثه لستة بليس، موقعه في جورجتاون هايتس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. خلينا نشوفه. كانت مقتنعة من قبل أصحاب هذا المنزل ومعروض هنا، مصنوعة في عام 1919. هون بالحديقة الخلفية لتيودور بليس، المكان محاط، أو البيت التاريخي محاط بالحدائق. هون منشوف المنزل عم يظهر، وهي الحدائق دائما وجهة لكثير من الناس في العاصمة للقدوم والتنزل. وهيك بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم. بتمنى تكونوا استمتعتوا. نهاركم جميل.